بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذا الدرس الجديد في الترجمة من العربية للإنجليزية، وهو يخص المتدربين في المستوى المبتدئ، ولذلك نرجو الانتباه إلى أن هذه التدريبات قد لا تفيد المحترفين في الترجمة. نحاول في هذا التصحيح أن نصحح إذا كان هناك أي أخطاء قواعدية، أي أخطاء في نقل المعنى، ثم نصحح بعض ما يمكن من النواحي الأسلوبية شريطة عدم تغيير، يعني أكبر قدر ممكن ألا نغير من أسلوب المتدرب، ثم سنعرض عليكم بعض الأشياء التي يمكن تبنيها في الترجمة، وسوف نبدأ الآن. بداية، ومما يعتبر ممارسة جيدة، اعتمد المترجم هنا التقديم والتأخير، وهذا لا نريده. نريد أن نعيد الجملة إلى ما كانت عليه. فأنت أخرت هذه العبارة، نحن نعيدها إلى ما كانت عليه. It is a good practice for the legal framework. ستتغير الجملة طبعا، بدل which ستكون to state clearly. غيرنا هذا الستراكشر، طبيعي يعني أننا نغيرها، بالأصل لا يوجد أي مشكلة فيها، لكننا غيرنا التقديم والتأخير، فكان علينا واجبا أن نغير الجملة. نتمنى منكم ألا تكون هناك أخطاء مطبعية. Registration كان المفروض ألا تكون بهذه الطريقة. To be put in practice، هناك ألف طريقة لكلمة أو عبارة قيد التطبيق أو غيره. على أي حال، نتوقف هنا نقطة، ثم نبدأ It should also. لماذا؟ لأننا نريد أن نقسم الجمل، لا نريد للجملة أن تكون طويلة جدا. It should also explain، يعني أنا الآن أضع جملة جديدة، فبدلا من أن تكون الجملة طويلة جدا، نقسمها إلى جمل بفعل وفاعل. It should also explain، أيضا وضعتها في الجملة الثالثة. ستسألون هل يجوز التكرار والتكرار قبيح وغير ذلك؟ نقول في الترجمة إذا كان التكرار يؤدي المعنى فنلتزم بذلك، حتى لو كانت الترجمة قبيحة، المهم أنها تؤدي المعنى. ولاحظوا أن نتحدث عن مستوى الترجمة على مستوى المبتدئ وليس المحترف، فمن ناحية المبتدئ يجب أن نعمل ذلك. إذا قسمت الآن الجملة إلى عدة جمل لأنها تكون طويلة. إيكواليتي مكتوبة بطريقة خاطئة، نتمنى منكم الانتباه في المستقبل إلى هذه الأخطاء التي لا نريد أن نراها في الترجمة. الآن نقرأ The framework should also guarantee the equality principle، لا يوجد أي مشكلة. The unity of procedures، وقارنها مع النص العربي، حتى هذه العرض لا يوجد أي مشكلة. لذلك لا نريد أن نغير أسلوب المتدرب، فما دام أنه مرتاح لهذا الأسلوب لا نريد أن نعدل عليه، نعدل فقط إذا ما كان هناك أخطاء جوهرية. كاري المفروض أن تكون كاري أوت، سنصححها لاحقا. Moreover as a step to make sure that justice is maintained the dismissal. لا أفضل كلمة moreover هنا، لا داعي لها، مجرد أن نضع نقطة ونبدأ جملة أخرى فهي يعني لا تغنينا عن كلمة moreover وغيرها. يعني إذا كانت الربط بين جملتين بأند أو moreover أو أي شيء من هذا القبيل، العطف يعني وليس التضاد، فنستطيع أن نضع ذلك. denial بدل dismissal، الكلمتان مختلفتان في المعنى، تأكد في القاموس من معنى المعنى من اختلاف بين الكلمتين. denial تختلف عن dismissal. بدل form إنما هو request، عادة عندما يذهب الحزب ليتقدم بالطلب فهو request أو application، لكن بما أنه ليس application بمعنى التقدم لوظيفة أو غير ذلك فهو request، أنه قدم طلبا أرجو منكم أن تسجلون هذا الحزب. clearly هي بوضوح يعني. بالقوانين يقولون explicitly، لكننا لا نريد أن نعقد الأمور. clearly stated in the legal framework of the elections. there are way، لا نستطيع أن نقول there are way، there is a way أو there should be ways to lodge an appeal، لا بأس بها. قد يأتي شخص يقول هل نقول file an appeal or to appeal the decision؟ نعم أخي الكريم تستطيع ذلك، لكننا لا نريد أن نغير في أسلوب المتدرب. إذن an appeal to the denial decision. أحببت قدر الإمكان أن أكون أقرب ما يمكن للترجمة الأصلية دون أن أغير فيها، فقط نغير الأشياء الجوهرية كما قلنا.
which may protect, سنغيرها الآن if applied ستصبح this framework if applied it will protect يعني this will protect the political parties. نبدأها نقول if applied correctly if correctly applied it will protect political parties from any random or arbitrary ruling. لدينا مشكلتان، المشكلة الأولى في random، لا نستطيع أن نستخدم random في هذا السياق لأن المتصاحبات اللغوية collocations تقول لنا لا نستطيع أن نقول random، لا يوجد هذه الكلمة غير موجودة في هذا السياق. ruling أيضا خاطئة لأن ruling هو حكم المحكمة، لكن هنا لدينا قرار لجنة، لجنة الانتخابات، فنسميها إذا decision إذا أردنا أن نسميها وليس ruling. على أي حال كلتا الكلمتان لا نريدهما لأن التمييز معناها discrimination كما صلحناها قبل قليل. يعني انتهينا الآن من التصحيح الأولي، سوف نضع النص الذي صلحناه، هذا هو النص، ولو قرأناه سنجد أنه مناسب وجيد ولا مشكلة فيه أبدا، نعتقد أنه سليم لغويا بنسبة 90% على الأقل، لأنني ربما نسيت كلمة carry the same process، المفروض تكون carry the out carry out the same process. على كل حال نريد أن نحذف كلمة ذا من equality لأن كلمة العدالة هي معناها equality بدون ذا. نحذف أيضا كلمة principle لأن equality لا داعي لذكر كلمة principle معها نهائيا. مبدأ العدالة، مفهوم العدالة كله equality. مبدأ القانون law، يعني مجال القانون law، يعني لا نضع هذه الكلمات في الإنجليزية. نصحح الآن، بدل carry out دعونا نقول follow the same process، هذه تكون يعني أفضل وأخف على الكلمات. على كل حال يعني حتى follow هي ليست ضرورية، لو قلت carry out the same process يعني نوعا ما هي صحيح، لكن follow أقرب إلى كلمة process ناحية collocation المصاحبات اللفظية التي نتمنى منكم مراعاتها في المستقبل. هذه الترجمة الآن أنا أعتقد أنها جيدة وسوف نضعها مرة أخرى من أجل اختراع، وأقول كلمة اختراع لأن هذه الاختراعات التي سوف نضعها الآن ليست ملزمة لأحد، هي مجرد اقتراحات حول كيفية التحرر من النص قليلا. هناك عدة طرق لقول الشيء نفسه، سوف نضع الآن نسخة عن هذا النص ونلعب به قليلا، نتسلى به قليلا. لا أقول أبدا إن ما سوف أفعله هي الترجمة الصحيحة، لكنها اقتراح لأنه لا بد لكم الإخوة الأعزاء من أن يكون لديكم ذخيرة من الطرق المتنوعة في الترجمة. نقسم الجملة الآن إلى جملتين ونرى ماذا يوجد لدينا، أو عدة جمل. It should also explain، انظروا إلى ما أفعله الآن. It should provide for the registration requirements. Registration لا داعي لأبوستروفي إس، هذا خطأ مطبعي كان عندي، ربما نصلحه في الملف المكتوب، لكن رجاء لا تكتبوا registrations بالأبوستروفيس إنما هي خاطئة. provide for يعني ينص على، هذا مصطلح معناها ينص على. explain صحيحة، provide for صحيحة. الجملتان الآن it should provide for the registration requirement، it should explain how the registration process to be carried out. جملتان، الفاعل في الجملة الثانية it والفاعل في الجملة الأولى it نفسه. الفعل يبدأ بشد في الجملة الأولى ويبدأ أيضا بشوت في الجملة الثانية، ثم لدينا فعل provide، فعل explain، فعل وفعل، هذا يدل على أنه يمكننا دمجهما معا ويمكننا الاختصار، فنقول it should provide for the registration requirements، ننبه أنه لا يجوز أن يكون هناك s apostrophe s، and explain يعني العطف يكون على فعلين explain و provide. explain how the process is to be carried out. لاحظتم كيف اختصرنا؟ هذه الاختصارات من المهارات الجيدة التي يجب تعلمها. تذكروا أن النص الذي صلحناه قبل قليل ممتاز، لا يحتاج لتعديل. هذه فقط كما قلنا هو ملعبنا الآن في الترجمة التحريرية التي نحاول أن نتعلم. كلمة process، انظروا في من أجل الاختصار، بدل أن نكرر registration process بدل أن ذكرناها في الأولى، هنا يكون كلمة process موجودة فهي تدل على شيء قبلها، إذا عدنا شيء قبلها فهي registration ومفهومة، لذلك لا داعي لتكرارها. في الإنجليزية لا يحبون تكرار المعاني.
دعونا الآن مرة أخرى في هذا الملعب، واسمحوا لي أن أسميه ملعبا لأننا لا نقصد أن هذه الترجمة المطلقة الأفضل، لكننا نريد فعلا أن نلعب بالكلمات حسب الذخيرة اللغوية التي لدينا واللغوية النحوية والذخيرة النحوية أيضا. دعونا ننسخ الملف ونغير. طريقة أخرى لقولها، نقول the requirements of registration must be spelled out. ما رأيكم بهذه الطريقة؟ قد تكون مناسبة. Explaining as well. دعونا الآن ندمجها مع الجملة الأخرى بطريقة مختلفة، طرق مختلفة يعني نتعلمها من عدة مصادر، من كتب النحو وغيرها. إذا the requirements of registration must be spelled out. Explain as well how the registration process is to be carried out. هذه طريقة مختلفة أيضا في الترجمة، ويمكننا أن نقول بدلا من هذا كله guiding the political parties throughout the process. إذا guiding the political parties as well throughout the entire process. كما ترون هنا هذه الطرق مختلفة في دمج الجمل. قلنا عن تقسيم الجمل، إذا كانت طويلة بالعربية نقسمها إلى الإنجليزية جمل بسيطة، وبعد ذلك يأتي دورنا في دمج الجمل على ذوقنا وعلى حسب خبرتنا في الجمل. ومرة أخرى نشدد أننا الآن نحن في ملعب الترجمة، نحن نلعب بالجمل، نغيرها بطريقة صحيحة، ولا تعني أن هذه الطريقة المثلى أو الأفضل، ولا تعني أن خيارا أفضل من غيره، يعني كل الخيارات متاحة ومطروحة. ويمكنكم أيضا اللعب في الجمل كما تشاءون، شريطة أن لا يكون هناك أخطاء قواعدية. The framework should بدل guarantee 100% صحيحة. هناك اقتراح آخر، نقول observe بمعنى يحترم، observe equality احترام العدالة وتطبيقها. يعني بدلا من أقول the methodology of the registration process، لماذا نحذفها؟ لأن المنهجية معروفا أن هي منهجية التسجيل، لذلك خلاص methodology نقول methodology. So that the different parties at all levels follow the same process. هذه الجملة نسخناها مرة أخرى هنا، نحذف الذا من unity of procedures وحدة الإجراءات. So that they and المقصود فيها procedures and methodologies, so they govern the parties, the different parties at all levels. يعني معناها governance معناها كلهم يعني ينصاعون إلى هذه الإجراءات. ابتعدنا قليلا عن النص، أحيانا من المهارات المطلوبة لدينا الابتعاد عن النص. Govern the different parties at all levels. ماذا بالنسبة للفقرة اللي بعدنا؟ ماذا يمكننا أن نلعب به هنا في هذه الجملة؟ To make sure the justice is maintained. ولماذا نقول for the sake of justice؟ طريقة أخرى، الطريقة الأولى صحيحة، هذه طريقة أخرى، وهذه أيضا صحيحة، الجملة لنهايتها. دعونا نخترع أشياء جديدة، فنقول لو قلنا for the sake of justice، ماذا لو غيرنا الجملة فقلنا registration request must not be denied except after making objective justifications. ماذا بالنسبة لهذه justifications؟ دعونا نلعب أيضا، نغير بدل clear stated وهي صحيحة، نقول هنا مثلا that agree with the legal framework of the elections، بمعنى آخر أنها لا تتعارض مع الإطار العام للانتخابات. والبعض قد يقول in accordance with the legal framework of the elections. طريقة أخرى، دعونا أيضا نلعب بهذه الكلمات، فنقول for the sake of justice if any registration request is to be declined بدل denied declined. ماذا في هذه الحالة إذا؟ The decision مفروض يعني denial يعني مفروض the decision should always be justified. But
to the extent accepted by the framework. يعني بمعنى آخر بطريقة لا تتعارض مع الإطار العام. كما تلاحظون كلمة بتتعارض مع يعني إلها عدة طرق للترجمة. There should always be ways to lodge an appeal to the denial decision. ممكن أن نقول at any rate the denial decision can must be appealed مثلا. أو ربما نقول the right to appeal such a decision must be respected. Must be respected, must be ensured, must be guaranteed. كلمات نسميها nuances of meaning, ظلال المعاني. أفضلها guaranteed هنا أو secured أو ensured. At any rate, such a decision must be appealable. هذه طريقة مختصرة وتحمل المعنى نفسه. If correctly applied, the framework will protect the political parties from any arbitrary discrimination. ما رأيكم بكلمة discriminatory treatment بدل arbitrary discrimination؟ هو خيار آخر مطروح، سوف نغيرها على هذا الأساس. discriminatory treatment. كما تلاحظون عندما نخطئ في طباعة أي شيء نصححه مباشرة ولا ننتظر للنهاية. بهذا نكون قد انتهينا من تصحيح هذا الدرس، نتمنى لكم الفائدة. نذكركم أنه على المستوى المبتدئ وليس على مستوى المحترفين، لكن التصحيح على ما أعتقد هو تصحيح جيد ويمكن أن نقبل الترجمة على أساسه. نستودعكم الله، نراكم في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.